بص انا كمشجع ليفربول ما عنديش اي مشكله ان مانشستر سيتي تاخد الدوري الانجليزي، لقب مستحق تماما. حرام مانشستر سيتي بعد الموسم الكبير ده كله يطلعوا بموسم صفري، وكده كده ليفربول معاهم 2 كاس، كاس الاتحاد وكاس الرابطه، وان شاء الله هيحققوا دوري الابطال قدام ريال مدريد. فانا ما عنديش اي مشكله ان مانشستر سيتي تاخد الدوري الانجليزي، والحمد لله محمد صلاح قدر ان هو يخطف هدف كده. وتقول لي ازاي؟ اقول لك ما اعرفش، هدف الصراحه غريب جدا، يا دوبك لمسها لمس، لمسها لمس بس، يعني هو جات له كور سهله وضيعها، دي اللي جابها جون. الحمد لله هو واللاعب سون تساوي في عدد الاهداف بعد ما سون حط هدفين في ماتش نورويش سيتي، والاثنين 23 هدف، والاثنين هياخدوا كل واحد يوم حذاء ذهبي. فانا ما عنديش اي مشكله في كل الكلام ده. ايه بقى المشكله اللي بتواجهني؟ المشكله اللي بتواجهني هي التعشيم. التعشيم سيناريو يحرق الدم بمعنى اصح. اكيد انت كل مشجعين ليفربول دمهم محروق، يعني انا لو كانت مانشستر سيتي كسبت الماتش من اول الماتش عادي والليفر كسب بقى خسر، ما عنديش اي مشكله، لقب مستحق تمام التمام، مانشستر سيتي عاملين موسم كبير جدا. انما السيناريو بقى اللي يحرق الدم ان مانشستر سيتي كانوا خسرانين 2-0 من استون فيلا، 2-0، متخيل لحد دقيقه 70 ولا حاجه و70، 2-0، كل جماهير ملعب انفيلد بتهيج وبتفرح، وبص كل ما استون فيلا تجيب جون الجماهير بتاعت ليفربول تفرح اكتر من ليفربول لو جابوا جون. انت متخيل الفرحه ازاي؟ وكلوب فرحان واللعيبه كلها فرحانه، وخلاص الدوري ليفربول، الدوري ليفربول رسميا. ولاد الذين المفتريين البعبع مانشستر سيتي في 5 دقايق بيعمل ريمونتادا وبيسجل 3 اهداف، 3 اهداف المفتريين في ظرف 5 دقايق، قتلوا اي حلم واي امل عند فريق ليفربول، خلاص كل حاجة قضوا عليها عندنا. ولكن ستيفن جيرارد، كليكوتينيو، اي لاعب بيلعب في فريق استون فيلا بداية من المدرب جيرارد لازم نسقف لهم ونرفع لهم القبعه، على قد ما قدروا وقفوا السيتي. تكفى ان انت كنت متقدم على السيتي 2-0 في ملعب الاتحاد، دي لوحدها تكفى. والناحيه التانيه بقى ليفربول برضو لازم نسقف لهم ونديهم تعظيم وتحيه ونرفع لهم القبعه، لان ليفربول عملوا اللي عليهم، ويكفيهم شرف المحاوله، يكفيهم شرف ان انا بلعب لحد اخر دقيقه وعامل اللي عليا بزياده، المطلوب مني انا عملته. انما بقى الماتش مانشستر سيتي واستون فيلا فده مش في ايد ليفربول، مش في ايد يورجن كلوب، انما جيرارد مدرب استون فيلا عمل اللي بزياده. تعالى بقى امسك لي بقى فريق وولفرهامبتون اللي النهارده ليفربول كان بيلعب قدامه، هو في ايه؟ حد يقول لي في ايه؟ عايز افهم بس انا، هو في ايه وولفرهامبتون كده مالها مخنقه جامد قوي على ليفربول كده ليه؟ كانهم خايفين يهبطوا، عايزين يصعدوا دوري ابطال، بيلعبوا على لقب مهم جدا كانها مباراه نهائيه، في ايه؟ ايه الرخامه ديت؟ مش ممكن، مش ممكن. فريق النهارده وولفرهامبتون عامل تكتلات دفاعيه، والله يا ليفربول ما هديكوا الدوري، والله يا ليفربول ما هديكوا الدوري. ده كويس ان ليفربول خطف كده هدف بتاع صلاح، هدف روبرتسون كويس. فالنهارده وولفرهامبتون انا ما عندي مشكله معاهم، في ايه؟ مش للدرجه دي يعني، مش للدرجه دي، ولا بتنافسوا على هبوط ولا دوري اوروبي ولا دوري مؤتمرات ولا اي حاجه خالص، انتوا كده كده ضامنين التواجد في الدوري الانجليزي، وانتوا كده كده عارفين ان ليفربول هيكسبكوا، تلعبوا على ملعب انفيلد قدام ليفربول مباراه مصيريه. ايه كميه الرخامه والبيض الدفاعي اللي عامله وولفرهامبتون ده؟ وبيلعب على المرتدات بشكل صريح، الاسلوب اللي انا اكتر اسلوب في الكوره بكرهه، ان انا العب دفاعات والعب على المرتدات، يعني ما اعملش اي حاجه في الماتش يكون الفريق اللي قدامي ماسكني غسيل ومكوى وانا باقل كوره اوصل للمرمى. ولكن طبعا النهارده يعني زي ما قلت لكم طلع بمكاسب كبيره جدا. مبدئيا كده يكفينا شرف المحاوله لحد اخر دقيقه. 2 محمد صلاح اخذ الحذاء الذهبي هو وسون، ده دي بص حاجه معجزه، اقسم بالله كويس ان صلاح خطف جون في اخر الماتش. محمد صلاح اخذ ملك الاسيستات، عمل شبه هاري كين الموسم اللي فات، هداف الدوري ملك الاسيستات. الكسندر ارنولد من خلال الماتش دوت كان هيموت ويعمل اسيست عشان يتساوى مع محمد صلاح وهما الاثنين ياخدوا ملك الاسيستات. فانا كان نفسي يعني، انا بحب صلاح وكل حاجه وبحب برضو ارنولد، اي حد فريق ليفربول بحب له الخير يعني. صلاح اخذ ملك الاسيست، ارنولد هو كمان ياخد ملك الاسيست. فانت النهارده يوم مجنون مجنون، كل شويه الجدول بتاع الدوري
يطلع قدامنا على الشاشه مانشستر سيتي لما تخسر تلاقي ليفربول متقدم عليها مش عارف ايه. لا النهارده يا جماعه سيناريو مجنون. عارف بقى السيناريو اللي كان يحرق الدم اكتر ايه بقى؟ لو السيتي كان خسر والليفر اتعادل، ده بقى اللي يحرق الدم اكتر. ولكن خلينا نكون محايدين مع بعضينا، انتوا عارفين احنا هنا لازم ندي كل واحد حقه. مانشستر سيتي حقهم ياخدوا الدوري الانجليزي، حرام بعد الموسم الكبير ده كله يطلعوا بموسم صفري. انما ليفربول محققين ثنائيه وممكن يحققوا الكاس الاغلى، الاغلى بقى من الدوري الانجليزي والدوري الاسباني، اغلى كاس في الدنيا كلها دوري الابطال. وقدام مين؟ قدام الريال. ان شاء الله شايل لكم مفاجات ياما جدا، حلقات جديده جدا هتعجبكم الفتره الجايه ان شاء الله، هنتكلم فيها عن ليفربول وريال مدريد. ف لايك حلو للفيديو، خليك مشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه اللي قلتلكوا عليها، ليفربول ريال مدريد شايل لكم مفاجات. وفعل زر الجرس، ما تنساش تتابعني على الفيسبوك والتيك توك وابلكيشن كواي، هسيب لك كل اللينكات تحت في الديسكريبشن. ومبروك لمانشستر سيتي، لقب مستحق، وان شاء الله ليفربول يعوض جماهيره عن خساره الدوري وياخد دوري ابطال اوروبا. ختاما كان معكم فارس الجزاوي من برنامج فارس الكوره، ونشوفكم في حلقه جديده.